يعني أين الوسيلة؟ هل أجيز هذا التعبير أو لم يجز؟ هل يوجد وجه لجوازه أو لا يوجد؟ إذا كان يوجد وجه لجوازه خلص ته. إذا ماكو يوجد ما نعتقد إحنا أنه لابد تكون كل هذه الأشياء اللي تستخدم هي أشياء موجودة في القرآن الكريم، لأنه ثلاثة أرباع الأحكام الشرعية في الدين الإسلامي موجودة في السنة وليس في القرآن الكريم. عدد ركعات الصلاة ليست موجودة، أوقات الصلاة بالدقة بالتفصيل غير موجودة في القرآن الكريم. هل البهبودي أصاب بتأليف كتاب صحيح الكافي؟ هسه ما أصاب أو ما أصاب هذه قضية بالنتيجة، هي هو رأيه، هو رجل متشدد في قبول الروايات، وطبعا منهجه غير مقبول، لأن يعني منهجه متشدد جدا. هل يجوز تقليد الميت؟ عزيزي، تقليد الميت نوعان، بقائي وابتدائي. قلدت في حياته ثم توفي تبقى على تقليده بإجازة الأعلم الحي. ما قلدت في حياته وتوفي لا يجوز لك تقليده حتى لو كان أعلم الأولين والآخرين. هل يمكنني دراسة بعض الكتب حول الاكتفاء بالشروحات على مواقع التواصل الاجتماعي لعدم التفرغ؟ خب ممكن، بس ما تضبط الدراسة الحوزوية بهذه الطريقة صعب. ممكن عزيز، يعني أعتقد الأسئلة ما خفت حتى نحدد وقت للانتهاء. هل لفاطمة الزهراء عليه السلام ولاية تشريعية وتكوينية؟ عزيزي ليش هذا السؤال أساسا؟ أصلا السيدة فاطمة الزهراء كان لها منصب تشريع أساساً؟